السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكرام، أنا سلام جديد معكم يا محمد. فيديو جديد، فيديو هتكون أونلاين المميزة والإيمنت القوي جدا جدا اللي تقدر تستفيد بيه في سيستم الجديد الاستريج، عشان تقدر ترفع البلس بتاعه عموما وتقفل النجوم بتاعته. قوي جدا جدا وإيفنت حلو جدا وبسيط. أولا كده عشان نعرف الإيفنت هيبدأ من يوم 14/11، يخلص يوم 1/12 بإذن الله تعالى. الجدول قدامك ده بيوضح الأيتيمات اللي انت تقدر تشتريها، يعني بالخاص بسيستم الاستريتش. لو انت شفت هنا اهو هتلاقي اهي الايتيمات، جود فليم، ماستيك فليم ده وغيره اهو، وسبريت وول فليم. دي الايتيمات اللي انت ممكن تشتريها من ال NPC روث. طيب هنا السعر كام؟ بيقول لك هنا الواحدة بسبعة سبيس، دي اقل حاجة بتديك تقريبا 120، ايوه 120. طبعا سبريت وول فليم بتديك 480، دي 28 سي بس. وانت طبعا زي ما انت شايف ممكن تشتري 10 ب 66 و100 ب 630، كل ما انت تشتري اكتر كل ما السعر بينزل. لو اشتريت 80 واحده ب 1770، جود لفليم طبعا الواحده ب 84، لو ال 10 بدا ب 840 ب 756 سي بس، ولو 50 هيبقى ب 3570. ماستيك فليم ودي اهم حاجه يا جماعه واقوى حاجه واكبر حاجه، بتديك 4320 بوينت. طبعا الواحدة ب 252 سي بس، العشرة ب 2217، و30 واحدة ب 6426 سي بس. جامد جدا زي ما انت شايف، هو ال NPC بتعمل باي ايتمز وتشتري اللي انت محتاجه وتحدده. تمام، جميل جدا. طيب في كمان هنا كليم دايلي ريورد، ده بتعمله ازاي؟ اول حاجة طبعا انت بتستخدم عدد معين من الايتمات المطلوبة، يعني مثلا هنا لو استخدمت سبريت وول فليمز 5 مرات بيديك ايتماية واحدة بيديك 120 نقطة، لو استخدمت جود فليم 3 مرات في سيستم الاستريج، جود فليم اللي هو ده يا جماعة، وده سبريت وول فليم وده جود فليم، عموما هتاخد 3 من اول واحدة بتديك 120 بوينتس، ولو استخدمت 3 ماستيك فليم هديك 10 من اول ايتماية، يعني 1200 بوينتس زيادة. طيب كمان هنا في الموقع بيديك عدد معين من النقاط انت تجيبها وتاخد عليها جوائز وحاجة جميلة جدا جدا زي كده اللي قدامك الموضح. لو انت جبت مثلا فوق 2000 نقطة في نظام الاستريتش تاخد 3 من الايتمات تديك 120، 5000 نقطة، 12000 نقطة، زي ما انت شايف كده الموضح قدامك العدد الايتمات اللي تاخدها. يعني هو كمان بيديك فرصة ان انت تزود البروجرس بتاعك اعلى واعلى واعلى. طبعا لو انت 25000 نقطة هتاخد 4 من سبريت اوف فليم، 45000 نقطة يا جماعة. يعني في الاستريتش ان انت بترفعها في الاستريتش، فمن ازاي ان انت بترفعها في الاستريتش بيديك 8، 80000 بيديك 12، و130000 هيديك 6 جود فليم، 200000 هيقدر يديك 8 جود فليم، و300000 هيديك 12 جود فليم، وهكذا تقعد ترفع لغاية ما توصل للفيدباك بوكس. افري كل ما بترفع فوق 100000، يعني انت جبت 700000 هتاخد كل الجوائز دي زي ما انت شايفه، كل الجوائز دي. طيب لو انت رفعت بقى 100000 زياده على كل 700000 هتقدر تاخد البوكس ده في 2 ميستيك فليم، 3 جود فليم، سبريد فليم 6، وكمان ال 12 من الفليم بيديك 120 بروجرس. حلو جدا جدا جدا. طب كمان هل انت بعد ما بتاخد النقاط دي وتستفاد بيها في الاستريتش ايه الجوائز اللي بتاخدها كمان للرنكات؟ اول حاجه بيقدر ياخد جيرمنت ويند اند ويف تشيزر بوكس، يعني عموما بيختار فيه اللي هو الجيمات الموضحة قدامك دي، وكمان فول مون، وكمان ملك دريم، وستيري بالو، وكمان ليفل 5 نيوم من سول بوكس، وكمان 30 ماستر فليم. التاني بيقدر ياخد جيرمنت، يعني جيرمنت باوند 5 نجوم باوند، واربعة ليفل 4 نيوم من السول، و20 ماستر فليم. التالت يقدر ياخد 200 يوم من الجيرمنات الخمس نجوم بتقولكم عليها دي، وليفل 3 من سول بوكس، و10 ماستر فليم، وكمان سيلكت وان بيختار 100 يوم اللي هو من الرابع للعاشر، وبياخد 2 ليفر 2 نيوم السول و20 جولد فليم. اما من 11 ل 30 بياخد 10 جولد فليم فقط لا غير. زي ما انت شايف اهو الرنكات الموضحه قدامك جميله جدا جدا جدا، وطبعا في تنافس قوي جدا. يعني زي ما انت شايف اول واحد جاي فوق 700000، فحاجه حلوه جدا جدا جدا. ده كان يا جماعه الايفنت المميز الخاص بنظام الاستريتش، هتقدر تستفاد بيه وتقدر ترفع الاستراتيجي بتاعك لأعلى مستوى بإذن الله تعالى. استغل الفرصة دي، زي ما انت شايف الجوائز والهدايا قوية جدا.
كان معكم يا محمد من فيديوهات كونكر لاين المميزة. ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو في كل جروبات صفحات كونكر لاين. اشوفكم على خير والسلام عليكم.